any person who is in that position with the challenges that he or she would have, I would commend them. The set of challenges that he has to do to really help his country are unbelievable. And the main thing that he's trying to do is bring back stability to Egypt. We need Egypt. Egypt is the linchpin of the Middle East. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. يربط بينهما تاريخ طويل وخاص وعلاقات خاصة، وتلعب مصر اليوم دورا هاما في كل منطقة. Nos échanges réguliers illustre la qualité du partenariat stratégique qui lie nos deux pays. Et la longue séquence de travail que nous avons eue ce matin a permis aussi de l'approfondir. Nous. ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. Подчеркну, отношения наших государств имеют богатую историю, носят дружественный и взаимовыгодный характер. لا نقول أنهم يدافعون عن بلدهم، وإنما يدافعون عن بلداننا كلها، ولذلك. قدر الله لمصر رجلا من أبنائها مؤمنا بانتمائه لذاك البلد. أنا جدا فخورة، وهذا فخر كبير وشرف كبير لليونان ولي شخصيا. أنا استقبل هنا في هذا المكان رئيس جمهورية مصر العربية، هذه الدولة الصديقة والرائدة في العالم الإسلامي والعربي. نحن ندعم الاتجاه السياسي للقيادة المصرية، والذي يهدف إلى إقامة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفاً. Grâce à votre courage politique et à votre habileté diplomatique, que l'Égypte a réussi à rétablir la paix, la sécurité et restaurer la démocratie. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقرب لفخامته أصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها الشعب الجيبوتي له شخصيا ولبلده الشقيق شعبه الكريم. Mr.
تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وموضوع الهجرة. أعبر عن سعادتي أنني اجتمعت مرة أخرى مع الصديق العزيز السيد عبد الفتاح السيسي. Excellency, you are a man of many achievements, both at home and abroad. 1.25 billion people of India are happy to see you here. إن هدف رئيسي من أهداف زيارتي هذه لمصر هو مواصلة التخطيط مستقبل العلاقات بين البلدين مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعميق التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد. ينظر إليه كمحارب ومقاتل للحرية، ولكن بالنسبة لي جمال عبد الناصر أنا بالنسبة لي أيضا هو بالنسبة لك مثل جمال عبد الناصر الذي أنقذ مصر أيضا.